خد بالك يا مروان، اول ما تخرج وترجع قولي. ما بلاش تعملي اللي انت بتفكري فيه دوت، احسن تعمل معاكي مشكله وانت عارفه خلقها ضيق. يا مروان علشان خاطري انا مش طالبه حاجه، انا برضو شاكه فيها ونفسي اعرف ايه اللي في اوضتها. بقولك ايه، شيرين في الجنينه شكلها بتعمل حاجه غريبه. فين ده؟ انا مش شايفه حاجه. لا ما انتي مش هتشوفيها من عندك، انا شايفها من ناحيتي هنا. طب شوف كده، طيب بتعمل ايه وقولي. بتعمل كده ايه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ بقولك ايه، دي عماله ترمي حاجات كده زي ما تكون بتاكل حد حاجه، زي ما تكون مربيه حاجه في الجنينه. الست دي غريبه قوي. لا هي اصلا مش مربيه حاجه في الجنينه. بقولك ايه، هي شكلها كانت بترمي حاجة في الجنينة، هي دلوقتي خلاص خرجت برا الفيلا. طيب دي احسن فرصة بقى، اول ما تخرج وترجع رن عليا. يا بنتي ما بلاش. يا مروان بقولك دي احسن فرصة. يلا اسمع كلامي، اول ما تخرج وترجع رن عليا. طب ماشي بسرعة، بس انا واقف عند الباب اهو. ماشي، باي باي. كان زماني متجوزة دلوقتي، بس اللي زينا لازم تتجوز واحد زيها خارج ملجأ. لا يا حبيبتي، هو لو كان بيحبك بجد كان واقف قدام أهله. هو معاه حق، هيقول لأهله إيه؟ ولما اتجوز وخلف هيقول لعيالي أنا مين؟ وأهلي مين؟ مش ممكن أكون بنت حرام؟ لا يا بنات، إحنا مش بنات حرام، أنا حاسة بكده. وحتى يعني لو كنا أولاد حرام، ده مش ذنبنا. كل واحدة فينا من حقها إن هي تعيش وتحب ونعيش أحسن من أي حد كمان. دي عشاني انا؟ اكيد طبعا علشاني، عشان بس ايه ما تتاخريش عليا بعد كده. والله بيكون غصب عني مش قصدي. انا عارف، ان شاء الله كلها كام شهر ونبقى بعض على طول بقى، تاخري براحتك. انت عارفه ان انا بحبك وانت مكسوفه جدا. يوم بقى، طب انا عايزه امشي، اتاخرت قوي. تلحقتي مستعجله قوي؟ لا بس عندي يعني دروس كتير ولازم اروح اذاكر. ماشي يلا بينا. Thank you.
استاذه شيرين، انت انت محتاجه حاجه اساعدك فيها؟ لا يعني مش محتاجه اشتري لحياتك اي حاجه، اصلا انا شفت حياتك خرجتي ودخلتي كده على طول. ما شكرا. يا نيلي ما بترديش ليه؟ جت اخرج انت بقى بسرعه، اخرج بسرعه. انت عندك لسه بتعملي ايه؟ قلت لك جت خلاص، روحي بقى على اوضتك. لا لا انا خلاص دخلت اوضتي. دخلت الاوضه عندك ازاي؟ امال مين اللي انا شايفه ده دلوقتي؟ دي تلاقيها شيرين. شيرين؟ شيرين ازاي؟ شيرين واقفه قدامي هي هي ومشهاب. ايه ده؟ طب استنى كده. كده ان مفيش حد. مين اللي فوق؟ تكون فريده. لا لا مدام فريده اصلا مش في الدار، خرجت. ايوه صحيح، فريده ازاي؟ لا فريده لسه داخله قدامي دلوقتي، مش ممكن تكون لحقت طلعت كده. انا متاكده ان مفيش حد. طب اقول لك ايه، سلام. طيب دلوقتي ايوه ادخل. مساء الخير. مساء الفل. ايه ده، هي هناء لسه ما جاتش؟ لا في كافيه هنا كده جنب الدار مع احمد خطيبها وزمانها جاي. طب ممكن اطلب منك خدمه؟ اتفضلي. ممكن ابره وخيط بس كده؟ عينيا الاتنين. ودي يا ست احلى ابره واحلى خيط في الدنيا كلها. اتفضلي. مساء الخير. مساء الفل. كنت فين؟ انا لسه كنت عندك في الاوضه من شويه. ايه ده، انا هنا من بدري. ايوه انا لسه مقابلاها عند الباب وداخلين مع بعض. ده من 10 دقايق بس. ما انا كنت بغسل بلوزه. طيب متشكره قوي وهبقى اجيبهم لك. اقول لك ايه؟ ايه؟ انا كنت في اوضه شيرين. كنت في الاوضه هناك بتعملي ايه؟ اصل انا قررت اساعد الاستاذ رأفت وقال لي افتش في اوضتها يمكن نلاقي حاجه. وعملت ايه؟ لقيتي حاجه؟ اللابتوب طلع عليه باسورد، معرفتش افتحه. عارفه؟ هناء معاها فلاشة عليها برنامج يفتح أي باسورد، عشان هي مدهولة ودايماً تنسى الباسورد بتاعها. أحمد خطيبها جاب لها فلاشة عليها برنامج يفتح أي باسورد. إنما إيه؟ تحفة بجد. طب أنا عايزاه، يمكن نوصل لحاجة. أقولك على حاجة. قولي. أنا لما دخلت أوضتها قلبي اتقبض، معلقة صور غريبة قديمة قوي. صور إيه دي؟ صورها؟ لا مش صورها، مش عارفة أوصفلك. صور كده ملهاش ملامح، غريبة. واحدة غبية وغريبة وصور غريبة وقوض غريبة، أكيد غبية زيها. عندك حق. تمام. أنت اللي بدأت. لا يابا مش محتاجين حاجة، بس أنت تعالى على طول بس متأخرش. سلام.
هي دي الحاجات اللي هم عايزينها. ويلا بينا عشان ما نتأخرش. هو انت مستني حد؟ نيلي تليفونها مقفول من الصبح، انا قلقان قوي. تليفونها مقفول؟ هتقلقني ليه؟ ما اكيد يعني ما عندهاش شبكه او تليفونها فاصل، واكيد لما يفتح هيجي لك رساله. يلا يا عم مارو. الدنيا غنوه نغمتها حلوه، بنغنيها ونتربيها. الله، حلوة قوي الساعة دي يا بنت الايه؟ اكيد دي احمد ليك. ايوه. ايه الحاجات الحلوة دي؟ مرسيه. دي شبكتك؟ لا، شبكتها ايه؟ شبكتها دي حاجة تانية، دي هدية احمد ليها. مبروك. الله يبارك فيكي. وناوين بقى تعملوا الفرح امتى؟ مش تعزمينا ولا ايه؟ لا ازاي يعني، اكيد هعزمك، بس ده لسه بدري، لسه 3 شهور. ايه ده؟ وبكده خلاص حددتوا ميعاد الفرح؟ اه، لما نسافر احمد هيكلم تيتا وان شاء الله هيحدد الميعاد بسرعه كده. طب والشقه؟ صحيح بسرعه كده ليه؟ يعني قصدي انه ايام الخطوبه بتكون احلى ايام. صدقي فعلا عندها حق. آه، اصل احمد مستعجل، وبعدين الشقه خلاص خلصت، وانا هروح بشنطه هدومي بس يعني. الف مبروك يا حبيبتي، انا فرحانه قوي. الله يبارك فيك يا حبيبتي، وعبالك وقبلك انت كمان. انا قلت لك حاجه تزعلك ولا ايه؟ ايوه طبعا، عقبالنا ايه بس؟ احنا يا ستي مش عايزين يضحك علينا، احنا عايزين نعيش حياتنا. الف مبروك. ابي يعزمينا في الفرح ان شاء الله. انا مصدومه بقى بزميلتك دي شيرين، شكلها طيبه قوي. ممكن تكون في الاول كانت عاوزه تخوفنا، ولما اتاكدت مننا كويس قوي وعرفت اننا بنات مؤدبه بقت تعاملنا كويس. مع ان نيلي امبارح خوفتني منها قوي. لا طبعا، ازاي يعني؟ طب ما احنا كلنا كنا بنخاف من طريقتها، بس انت ما لاحظتيش حاجه؟ ايه؟ انا اول ما قلت لها عقبالك حسيتها كلها اتغيرت على بعضها. ما انت عامله زي المدب، يعني انت شايفاها فايتها قطر الجواز تقولي لها عقبالك حبيبت يعني. طب تفتكر القطر فاتها بمزاجها ولا ما حدش عبرها اصلا؟ لا، ممكن يكون في حد كتير قوي تقدم لها وعايز يرتبط بيها، بس معاملتها هي اللي طفشته. يمكن. يلا بقى عشان عندنا محاضرات، واحمد واقف تحت قدام الباب الفيلا مستنينا. يلا قومي. حبني زي باقي البنات مع اني احلى منهم. هو المفروض احب؟ الحب ده بيبقى ازاي؟ Thank you.
شيرين، شيرين مالك يا حبيبتي؟ مالك؟ هو انا ليه ما بيجيليش عرسان؟ الجواز اسمه ونصيب يا حبيبتي. يعني هيجيلي عريس؟ لو عايزه تتجوزي من بكره انا مستعده اجوزك. اه انت عايزه تخلصي مني، عايزه تخلصي مني صح؟ انت عمرك ما هتتغيري. صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير يا منى. صباح الورد. يلا عشان ما يتأخرش. يلا. ده أحلى صباح. نوره يا منى. طب هو حب فيها ايه؟ ما فيهاش حاجه تتحب. هو شكله ابن ناس اكيد لفت عليه، عرفت ازاي تخليه زي الخاتم في صباعها، واقف مستنيها وجايب لها ورد. حظها. وانا ليه ما حصلش معايا كده؟ انا احلى واغنى، انا احسن منهم كلهم. في حاجه غلط اكيد، في حاجه غلط. انا شيرين موسى دليل، احسن واحده في البنات كلها. مين انا بس؟ في حاجة غلط، في حاجة غلط، في حاجة غلط ولازم تتغير. شايفة يا مروان ان ربنا ان شاء الله يكرمنا يا رب ونبقى كده ممثلين قد الدنيا يا تكر. رب يا حبيبي، هو اللي وراك بس رد عننا وادانا اهلا وكده الحلوين. انت بس حب وتنيل وانت تبقى زي الفل يا رب. يا رب لك دعوه ان شاء الله. مش عايزين نجهز بقى وقبلها عمال. يا الحكومه هنا بتعمل ايه؟ رحيم فين؟ رحيم فين؟ هو في ايه؟ في بنت ماتت جوه. ماتت؟ مين اللي ماتت؟
انتوا شغالين هنا؟ لا احنا قريب عم من حامد الجنايني وقاعدين عنده. طب اتفضلوا هنا لغايه ما الباشا يخرج. طب انا ينفع ادخل؟ لا ما ينفعش. اتفضلوا بس هنا لغايه ما الباشا يخرج. تعالى يا مروان تعالى. ازاي؟ مين اللي ماتت؟ قررت الانتحار. طب هي ازاي طلعت وتعلقت كده؟ لو حد طلعها اكيد هيبقى فيها اثار للمقاومه، بس مفيش اي دليل على كده. هي كل الدلائل بتقول انها واخده منوم، فاكيد حد شالها وعلقها وبعدين سابها ومشي علشان يبان انه انتحار. هنعرف من تشريح الجثه لو واخده منوم. ما تلعب يا ابني بقى. دش. ده انت محظوظ يا زقه. شيل جهار. العب. مش دي بنت صابرين؟ بنت الكلب؟ اه بنت الكلب. اجلوا وراها الحق قبل ما تزوغ. خد يا بت الحق دي بتجهز الطواطم. خد يا بت. كنتوا فين امبارح؟ يا فندم احنا ما بنتحركش من هنا. ما رحناش في حته. انتوا بتناموا فين؟ احنا بننام حضرتك في الجنينه في الاوضه بتاعت ابويا اللي في الجنينه اللي بره. هو مين اللي مات؟ دي نيلي. نيلي ماتت؟ ماتت ليه؟ ماتت ليه؟ ازاي ده حصل؟ ازاي ده حصل يا فندم؟ دي كانت لسه معايا امبارح والمفروض ان احنا كنا نتقابل النهارده. ايه ده يا مروان؟ انا لله وانا اليه راجعون. استغفر الله. ده جالها اكيد. لا حول ولا قوه الا بالله. ازاي ده حصل؟ ازاي ده حصل يا فندم؟ انت تعرفها كويس؟ اعرفها كويس جدا. هو لحد دلوقتي انتحار لانها سايبه رساله بكده. تنتحر؟ تنتحر ليه؟ اللي خلينا تنتحر؟ ايه ده يا مروان؟ ايه اللي حصل؟ هي اللي عملت كده في نفسها؟ اخر مره اتكلمت معاها قالت لك ايه وحالتها كانت عامله ازاي؟ يا فندم انا زي ما قلت لحضرتك احنا كنا امبارح بنتكلم والمفترض ان احنا النهارده نتقابل مع بعض. بكلمها طول اليوم تليفونها مقفول. مين اخر واحده شافتها؟ انا كنت سهرانه في عيد ميلاد رجعت متاخر ما شفتش حاجه. وانا كنت في مشوار ورجعت الساعه 7 وسالت ام شهاب عليهم قالت لي البنات كلها في اوضه. يا نيلي رجعت الساعه كام؟ تقريبا 7:30. فندم باشا هو انا ممكن اتكلم مع حضرتك على انفراد؟ اتفضل. انت وهي تيجي ورايا على الاسم عشان نكمل المحضر. وريت تبلغوا البنات اللي هنا اني هاجي اكمل معاهم التحقيق. هراعي ظروفهم ومش هجيبهم الاسم. كلهم يبقوا موجودين هنا الساعه 7. ماشي؟ ايه ده يا مروان؟ انت اكيد ما لحقتش تحبها يعني؟ اه والله على رايك يا عم، هو لحق يحبها اصلا؟ مهما اقول لكم مش هتصدقوا.
نيلي دي كانت بالنسبه لي حاجه غريبه. انا كنت فاكر ان انا بحب وردة، لكن اكتشفت ان انا كنت متعود عليها بس بحكم انها جارتي. لكن نيلي اول ما شفتها حصلت لي حاجه غريبه. حسيت ان انا بحبها، حسيت ان انا بحبها بجد، وحسيت كمان ان هي بتحبني. انا مش قادر اصدق انها ممكن تكون انتحرت، مش قادر اصدق. اكيد في حاجه غلط، اكيد يا عم مروان. الموضوع مش في اكيد ان في حاجه غلط، الموضوع انها انتحرت، يعني ماتت كفره. شت يا مروان، الضابط اكيد مش هيكذب. دول بيقولوا ان رؤاها كاتبه جواب انها انتحرت عشان زهقت من الدنيا، وكمان كانت خايفه تسقط في الكليه. زهقت من الدنيا؟ زهقت من الدنيا ليه؟ شافت ايدي في الدنيا عشان تزهق منه؟ امبارح اتكلمنا واتفقنا ان احنا النهارده نتغدى مع بعض، وعدت ان هي تيجي معايا التصوير عشان تتفرج عليا وانا بمثل. معلش يا مروان، هي بتتفرج على التصوير بس المره دي مش بالالوان، يا ابيض يا اسود. عم ريحان جه اهو، حمد لله على السلام. الله يسلمك. ايه يا ولاد مالكوا في ايه؟ في ايه يا مروان يا ابني؟ فين؟ ما حد يرد عليا. ايه ده يا عم، مفيش حاجه. هو انت مش كنت جاي امبارح بالليل؟ ايه اخرك؟ يا ابني ما كنتش اقدر اسيب خالتك ام مروان لوحدها، استنيت لما واحده من الجيران قعدت معاها. فين يا مروان؟ تعالى يا عم، تعالى وانا افهمك على كل حاجه. يلا دوش ومزرد. تعالى هتعمل. قول لها يا رب. تعالى دلوقتي هسجل كل حاجة بالفيديو عشان لو في حاجة تخص سحر الأستاذ رأفت يتعرف عليها. دلوقتي أنا هخرج من الأوضة بعد ما اتأكدت إن شيرين خرجت ومشهاب وفريدة نايمين.